السلام عليكم. غادي نشوفوا سيارات سي 15 سيتروين سي 15 اللي معروضه للبيع في المغرب. نبداو على بركه الله في اول سياره معنا. هذه كاينه صخور الرحامنه. اذا هذه كاينه في صخور الرحامنه، نخليكم تشوفوا الصور ديالها. عندنا هذه سيتروين سي 15 كاينه في صخور الرحامنه. بالنسبه لهذه السياره هذه، انتم كما كتشوفوا معايا الصور ديالها، فهذه مولاتي يطلب فيها 12000 درهم و350، 12000 درهم و350 يعني مليون و 47000 ريال، مليون و 47000 ريال، مليون و 47000 ريال. فهذه كاينه في صخور الرحامنه موديل 1985، 1985. بالنسبة لهادي، فهادي سبعة الخير بوضع في تاس مانيوال مديوانية، كلشي خالص، الصباغة والباتري بنوة جداد القدام، موتور مزيان. ندوزو لسيارة واحدة أخرى. بالنسبة للنوامر ديال التليفونات، فإلا عجبتك شي وحدة من هادو فما عليك إلا تواصل معايا للرقم الواتساب باش نعطيك النمرة ديال السيارة. ندوزو دابا لهادي كاينة في كازا في الولفة. عندنا هادي كاينة في الولفة، إذا هذه كاينة في الولفة كما كتشوفوا معايا. الطوموبيلة مازال نقية. فهاد السيارة هذه مولاتي يطلب فيها 24000 درهم، 24000 درهم، جوج المليون و 400، كيطلب فيها جوج المليون و 400. موديل 96، موديل 96 مازوت. الثمن ديالها جوج المليون و 400، 24000 درهم. ندوزو لطوموبيل واحدة أخرى معنا. هذه كاينة في منطقة تازة، كاينة في مدينة تازة، كاينة في مدينة تازة. عندنا هذه كاينة في مدينة تازة، هذه كاينه في مدينه تازة. فالثمن ديالها مولاها كيطلب فيها 43000 درهم، 43000 درهم، 4 مليون و300، كيطلب فيها 4 مليون و300. هذه مازوت 6 ديال الخيل، موديل 2005، موديل 2005، ضرب في كيلومتراج 200000. سي 15 جديده كوم نيف، اللي بغاها مرحبا، عندها الباب في الجناب، كلشي خالص، كلشي فيها جديد، اللي بغاها مرحبا. اذا ندوزو للطوموبيل واحده اخرى معنا. هذه كاينه في بنغرير، السي 15 كاينه في بنغرير، كاينه في مدينه بنغرير. عندنا كما كتشوفوا معايا، هذه هي موديل 2003، موديل 2003، عفوا، نعم، هذه موديل 2003. اذا هذه كاينه في مدينه بنغرير. فبالنسبه للطوموبيلات، الطوموبيله مولاها كيطلب فيها 40000 درهم، 4 المليون، كيطلب فيها 40000 درهم، ضربه في كيلومتراج 300000. موديل 2003، موديل 2003، الثمن ديالها 4 المليون. سي 15 مليحه ديال الخدمه. اذا كاينه في بنغرير. ندوزو دابا على الطوموبيل واحده اخرى معنا. هذه كاينه في مدينه مراكش، كاينه في مدينه مراكش. هذه كاينة في مدينة مراكش. ف
فبالنسبة للثمن ديال هادي اللي كاينة في مدينة مراكش فمولاتي يطلب فيها 22,000 درهم، 22,000 درهم، 2,200,000، 2,040,000 ريال. كاينة في مراكش مازوت 6 ديال الخيل موديل 92، موديل 92، الوراق كلشي خالصين، كلشي ناضي. ندوزو دابا لطوموبيل واحدة أخرى معنا، هادي كاينة في مدينة أكادير، كاينة في مدينة أكادير، هاد السيكانس كاينة في مدينة أكادير. دنا هي هادي كما كتشوف معايا، هادي كاينه في اكادير سيكنز، كاينه في اكادير. ف كما كتشوفوا معايا، فبالنسبه لهاد السياره هادي الثمن ديالها مولاها كيطلب فيها 35,000 درهم، 35,000 درهم، 3,500,000، 35,000 درهم، 3,500,000 مازوت ضربه في الكيلومتر 350,000، موديل 93، موديل 93. ندوزو دابا للطوموبيل واحده اخرى معنا، هادي كاينه في ورزازات، كاين في مدينة ورزازات. إذن هادي كاينة في مدينة ورزازات، فمولاتي يطلب فيها المبلغ ديال 20,000 درهم، 2,000,000، كيطلب فيها 20,000 درهم، 2,000,000، مازوت 6 الخيل، موديل 96، موديل 96، الثمن ديالها 2,000,000، موديل 90 ديوانة 96، موديل 90 ديوانة 96. ندوز دابا لطوموبيل واحدة أخرى معنا، هادي كاينة في الحسيمة، مولاها تيطلب كاينة في الحسيمة. نشوفو بعد الصور عاد نشوفو الثمن ديالها. درها نتوما كيما كتشوفو معايا التصاور ديالها، فبالنسبة لهادي فمولاها تيطلب فيها المبلغ ديال 30,200، 30,000 درهم، 3,400,000 ريال، 3,400,000 ريال، مازوط 9 ديال الخيل، موديل 95، موديل 95 ديال المغرب، موديل 95. ندوزو لطوموبيل واحدة أخرى معنا، هادي كاينة في مدينة سيدي رحال، سيدي رحال. نشوفو التصور ديالها، إذن هادي كاينة في سيدي رحال. بالنسبة لهاد السيارة هادي فمولاتي يطلب فيها 31,000 درهم، 31,000 درهم، 3,100,000 فرنك، مازوت 7 هاد الخير، موديل 92، موديل 92، الموتور ديالها ديال 306. مليح اللي بغا مرحبا. إذن طوموبيلة نقية كسبها ومهلي فيها، كل شي فيها ناضي، موتور 306. إذن ندوزو لطوموبيلة واحدة أخرى معنا، هادي كاينة في مدينة تيفلت، هادي كاينة في مدينة تيفلت. هادي كاينة في مدينة تيفلت، ثم كما كتشوفوا معايا الطوموبيل هذه كي دايره، كاينه في مدينه تيفلت. دابا تبعت السياره هذه فمولاها تيطلب فيها مبلغ ديال 28,000 درهم، 28,000 درهم، 2,800,000، 2,800,000، موديل 92 ضربه في كيلومتراج 500,000، موديل 92 الثمن ديالها 28,000 درهم،
2.800 ومحرك قوي. ندوزو دابا لطوموبيل واحدة أخرى معناها، هادي كاينة في مدينة فاس، كاينة في مدينة فاس، هي كما كتشوفو معايا اذا بالنسبه لهاد السياره هادي، فمولاتي طلب فيها 29,000 درهم، 29,000 درهم، 2,900,000، سي 15 مازوت 7 د الخيل، موديل 89، موديل 89، موديل 89 كيطلب فيها 2,900,000، 29,000 درهم. اذا كانت هذه اخر سياره معرضه للبيع من سيتروين سي 15. الى عجبتكم شي وحده من هادو بغيت النمره ديالها، فما عليكم الا تواصلوا معايا على الواتساب، صيفطوا لي ميساج على الواتساب في النمره 0637 10 118، وغادي نعطيكم النمره ديال صاحب السياره. اذا كنتمنى انكم تشتركوا معايا في القناه وديروا جيم باش توصلوا الجديد ديال الفيديوهات ديالنا. يلا تهلاو لي فراسكم، الله يسهل الامور الجميع، تحياتي لكم.